الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا، قال أعرف كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالس فليضطجع. فهذا يعني من علاج الغضب. جاء في علاج الغضب الإنسان إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار. فبناء على هذا قال يعني أهل العلم أنه يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت، اللي هو حديث أن الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار، لا يصح هذا الحديث، فلا يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن يباح لك على مذهب أحمد يستحب، على مذهب أحمد يستحب لمن غضب أن يتوضأ.